صدقني لو مش ماشي معانا بسيستم المراحل اللي ماشيين بيه وهنتكلم عليها دلوقتي في حلقة المرحلة الرابعة، انت فايتك كتير جدا. جديده من حلقات الفانتسي وحلقه المرحله الرابعه، وهشرح دلوقتي ايه هي المرحله الرابعه للناس اللي مش متابعه معانا. ولكن لو لسه مش عامل سبسكرايب او مش مشترك في القناه، يا ريت تشترك في القناه عشان دي حاجه بتفرق معايا جدا جدا. ويلا بينا نشرح على طول ايه هي المرحله وندخل في تفاصيل الحلقه عشان تلحقوا تتفرجوا عليها، لان الديدلاين قريب قوي، هيبقى يوم الثلاث بالليل. المرحلة هي ان احنا قسمنا الجيم ويكس دي لاربعات، يعني الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع دي مرحلة، خامس سادس سابع ثامن مرحلة وهكذا. عملنا كده ليه؟ عشان احنا عندنا تارجت في الاخر ان كل واحد فينا يوصل ل 2500 نقطة. ال 2500 نقطة دول بيضمنوا لك انك تبقى في التوب 100 على العالم. على مدار السنين اللي فاتت 2500 هو الرقم تقريبا اللي بيخلص فيه الاول على العالم، 2550 2540 هو في الرينج ده. فلو فضلت انت ماشي على المستوى ده هتبقى قريب جدا انك تحقق مركز عمرك ما حققته قبل كده. ما تشوفش حلقات المراحل، ممكن تدخل تشوف حلقات المراحل اللي فاتت وتفهم الموضوع شويه. فتعالوا ندخل بقى على طول في المرحله اللي فاتت دي حصل فيها ايه، وكمان المرحله اللي جايه ايه الحاجات اللي ممكن نتجنبها وايه الحاجات اللي ممكن نركز عليها. المرحله اللي فاتت دي انا جبت فيها 70 نقطه في اول اسبوع فيها، وتاني اسبوع 60، وبعدين 64، وبعدين جبت 60 تاني في الاسبوع اللي احنا فيه ده، والافريج 50 في الاسبوع اللي لسه خلصان حالا، اللي فاردي يكسر فيه الدنيا في اخر ماتش. وفي نفس الوقت ارسنال خسرت ماتش غريب جدا قدام بيرنلي، فرقه ضعيفه جدا، ولكن خسرت 1-0، وتشاكا اتطرد، وبامانجا جاب اون جول، والدنيا حصل لخبطه كده في اخر الجيم ويك. كمان ليفربول اتعادلت مع فولهام في ماتش فولهام عملت فيه يعني شوط اول كمان بالذات غير عادي، اول مره نشوف فولهام بالمستوى ده وبالجرينتا دي. انا جايب 254 نقطه في الاربع اسابيع اللي فاتوا، والمطلوب ان احنا نجيب في كل اربع اسابيع 264 نقطه، فانا اقل من المطلوب ب 10 نقط، ولكن كويس جدا بالنسبه كمان ان انا ما كابتنت الصح في كذا جيم ويك فيهم، من ضمنهم الجيم ويك ده اللي كابتنت فيه جريليش وجايب نقطتين بس. مين تفكر تجيبه في المرحله اللي جايه؟ انت اي لعيب بتمضيه في الفرقه او بتدخله في الفرقه بتاعتك لازم تكون بتحكم عليه على الاقل في اربع جولات. عايز تقعده اكتر من كده مفيش مشكله، ولكن فكره انك تجيب لعيب عشان يعمل حاجه في الماتش ده، دي حاجه خطه فشلت على مدار السنين في الفانتسي. الفترة اللي جاية مين اللعيبة اللي ممكن تفكر فيها؟ حقيقي تاني اللي قلته في الحلقات اللي فاتت، لازم 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 يكون عندك على الأقل ست لعيبة من الثلاث فرق دول، هما يونايتد وأستون فيلا ومانشستر سيتي. ليه؟ مبدئيا الفرق دي عندها أربع ماتشات سهلين جدا الفترة اللي جاية، ده أولا. تاني سبب وهو إن الفرق دي عندها دبل جيم ويكس، أستون فيلا عندها اتنين دبل جيم ويك، وسيتي عندها واحد، ويونايتد عندها واحد، فالفرق دي هتلعب ماتشات كتير قوي، والدبل جيم ويكس قربت جدا. لو ما حصلتش في الاربع اسابيع الجايين هيحصلوا على الاقل في ست اسابيع الجايين، هيكون على الاقل في دبل جيم ويك فيهم، فيكون عندك لعيبه بتلعب اكتر من ماتش. صدقوني اللي انا بقوله لكم ده مش اختياري، ده اجباري، لازم لازم تروح تجيب لعيبه. برونو، دي بروين، جريليش، واتكنز، راشفورد، لازم تجيب لعيبه كتير من الفرقه دي، وبلاش تاخد ريسكات في اجويرو ممكن يلعب ما يلعبش، خيسوس ممكن يلعب بستيلينج قدام، يعني ما تاخدش ريسك في الحته دي قوي. ف يا ريت تلعب على المضمون ويكون عندك لعيبه كتير قوي من الثلاث فرق دول. مين فرقه تانيه غير الفرقه دي ممكن نركز عليها الفتره الجايه؟ اولا ليفربول وبرايتن وليدز يونايتد. طبعا معظم الناس عندها بامفورد، فاللي ما عندوش بامفورد ممكن يروح يجيب بامفورد، عندهم ماتشات حلوه جدا الفتره اللي جايه. الناحيه التانيه ممكن تروح تجيب موباي، وهو ده اللي هيبقى الديفرنشال ولعيب كويس جدا. اتوقع مع اول ضربه جزاء موباي هيدخل يشوطها، ما اعتقدش ان هم ممكن يسيبوها لحد تاني. موباي هيدخل يشوطها، لعيب مهم جدا وفرقه بتلعب كوره حلوه جدا، يعني ريجاردلس او بعيدا عن اللي حصل النهارده قدام ليستر سيتي. صراحه لو ما عندكش صلاح ماني ما اقدرش اقنعك انك تروح تجيب صلاح ماني، لان هم غاليين جدا، وما اكيد عندك اسباب كتير جدا. هم مش عندي الاثنين، مش عندي ومش ناوي اجيبهم حتى في الماتشات اللي جايه. ولكن انت لو مش عندك الاثنين لعيبه زي دول، يبقى انت مش محتاج ان انا ابيع لك الموضوع انك تشتريهم او لا. ولكن ماتشات ليفربول اللي جايه كويسه جدا، حتى لو وقعوا في ماتش زي النهارده وصلاح جايب عادي، لا الماتشات اللي جايه هتلاقي صلاح بيجيب وماني بيجيب كتير جدا. لو عايز تعلى وتوفر شويه فلوس للعيبه ملهاش لازمه، اسمع اللي بقوله لك ده، ابعد خالص عن لعيبه ارسنال وتشيلسي تماما. ارسنال لان الفرقه واقعه تماما، وده كان رايي في ارتيتا من الاول، ودي موضوع كروي هنتكلم فيه بعيد في حلقه ثانيه. ولكن تشيلسي بتكسب وبتجيب نقط وتمام وكل حاجه، ولكن هي لعيبه غاليه بتدفع عليها فلوس، وفي نفس الوقت
مفيش حد هو نجم الفرقه اللي بيجيب نقط كتير جدا. هتجيب فيرنر هتلاقيه ما عملش حاجه، هتجيب ابراهام هتلاقي جيرو بيلعب، هتجيب بوليسيتش هتلاقيه مصاب، هتجيب زياش اهو اتصاب، هتجيب هافرس هتلاقيه بيطلع وما بيعملش حاجه. هي فرقه كويسه وفرقه مليانه لعيبه مغريه انك تشتريها، ولكن هي لعيبه مش رخيصه، فاللعيبه دي انت ممكن توفرها وتروح تجيب لعيبه تانية من فرق تانية على الاقل انت عارف نجومهم، زي جريليش، زي لعيبه موجوده حتى في فرق تانية، حتى لو لعيبه فرقه زي برايتن، بس انت عارف مين اللعيبه اللي بتجيب نقط هناك. ف ابعد عن الفرقتين دول خالص دلوقتي لغايه لما يبان لهم صاحب كده ويبان مين اللي هناك ممكن يجيبه ونراهن عليه. بصوا بقى، دي الفرقه اللي عندها ماتشات سهله، ولكن انا في فرقه عندها ماتشات صعبه، ولكن انا متاكد من تالقه في الماتشات الصعبه. وكان جالي كومنت على يوتيوب حد بيقول لي انت بتركز قوي يا رضوان في ان انت تبص على الفرق اللي عندها ماتشات سهله، مع ان الماتشات الصعبه بيبقى اللعيبه عندها يعني تحمس ان هي تلعب حلو قوي في ماتشات صعبه وتجيب نقط، وده بيحصل كتير جدا. طبعا معاك حق 100%، ولكن في الاول وفي الاخر البروبابيلتي او النسبه الاعلى ان انت تجيب نقط اكيد ضد الفرق السهله. فالفكره مش انك تختار فرق سهله بس، احنا بنختار فرق سهله، ولكن كده كده هتبص على فرقتك لازم هيكون عندك لعيبه في وسط الجيم ويك بتلعب ضد ماتشات صعبه، ولكن الاغلبيه على الاقل يكونوا بيلعبوا في ماتشات سهله يجيبوا فيها نقط. بعيدا عن هفوات، ردا على نفس الكومنت اللي كان جالي ده، بعيدا عن هفوات بتاعت 6-1 بتاعت توتنهام والخمسه بتاعت ليستر والسبعه بتاعت استون فيلا وليفربول، لما تبص تلاقي ان معظم الاجوان ومعظم السكورات العاليه بتحصل ضد الفرق الصغيره، فالاستراتيجيه دي هي اضمن شويه. ولكن طبعا كلامك صح 100% في ان هو مش شرط خالص ان اللعيب يكون بيجيب نقط ضد الفرق الصغيره بس. مين الفرقه اللي عندها ماتشات صعبه بس انا متوقع لها ان هي تتالق حلو قوي؟ هي وولفز، عندها ماتشات رخمه، ولكن انا متوقع ان نونو سانتو هيقلب الدنيا وهتلاقي سكورات حلوه. مش لازم يكسب الماتشات، ولكن هنلاقي نقط في الفانتسي من اللعيبه بتاعتهم. ممكن تركزوا على بودنس، وممكن تركزوا على بيدرو نيتو، وممكن كمان تركزوا على سيلفا رخيص ب5.2 ومهاجم، فممكن يكون ديفرنش حلو جدا في المستوى الرخيص بدل بروستر اللي مش ضامن مكانه. مين هم احسن الديفرنشلز الفتره اللي جايه؟ انا رايي فيرلينج من ويست بروميتش، ممكن كمان داني انجز، ممكن موباي زي ما قلت لكم، ممكن ايزي من كريستال بالاس، اتفرج على ماتش كريستال بالاس وتوتنهام يا جماعه، الراجل بيلعب خماسي، الراجل بيلعب للمتعه كده، حاجه من ستايل زاه كده، بيودي على الجون، بيلعب سات بيسز، مش لعيب كويس جدا، ولعيب هيجيب نقط كويسه جدا، وديفرنشلز حلوه، عندهم ماتشات مش سهله قوي ومش صعبه قوي، ولكن ممكن يجيبوا نقط وتكون ديفرنشلز لذيذه في نص ملعبكم او في هجومكم. افريج الاسبوع ده 50 نقطه، وده افريج فجاه عالي كتير جدا بجون صلاح مع لافاردي عمله مع يعني كذا حاجه، بقى 50 نقطه وانا جايب 60 نقطه. وتعالوا بقى اقول لكم على الفرقه اللي هلعب فيها في المسابقه ضد عمر وعمر وعلي، علشان المسابقه مولعه جدا، والفرقه اللي هقولها لكم دي هتوضح لكم ارائي في الماتشات اللي هتلاعب كمان يومين. عندي في حراسه المرمى ادرسون، وقدامه لامتي، سيميدو، ووكر بيترز، ونص الملعب فيه كيفن دي بروين، برونو، جريليش، وزاها، وسون، وقدام بامفورد وكالفرت لوين. دي فرقتي اللي هلعب بيها الاسبوع اللي جاي. ممكن بقى تفهم انا رايي لو بتسال يا ترى سون ولا صلاح، فانا اكيد رايي سون، لان انا حاطه في فرقتي كنت ممكن احط صلاح. هو احنا بنختار في المسابقه دي لعيب واحد من كل ماتش عشان نبقى بتوريكوا شويه توقعاتنا لكل ماتش ممكن ينتهي ازاي، او ممكن مين اللعيبه اللي يجيب نقط في الماتش ده. لهوات الريسك والناس اللي بتحب يعني اللي هو حاجات الطاقه دي، لو بتفكر في تريبل كابتن مش في دبل جيم ويك، ممكن تفكر في برونو او كيفن دي بروين الاسبوع ده. واحد بيلعب ويست بروميتش، تلاقي التاني بيلعب شيفيلد، والفرقتين بعد التعادل ده الفرقتين هيبداوا يركزوا ان هم ينافسوا على الدوري مش ينافسوا على التوب فور اكيد، فالفرقتين مركزين جدا، بيلعبوا ضد فرقتين ضعاف، طبعا حاجه تقلق شويه، ولكن في نفس الوقت هيبقوا عندهم فرصة ان هما الاتنين يجيبوا على الاقل مثلا جونين واسيست، جون واسيست، يجيبوا نقط كتير جدا. فلو بتفكر في تريبل كابتن ومش ناوي تستنى دبل جيم ويك، فاختار حد فيهم. ولكن انا رأيي لو بتسألني انا، يا ريت تستنى دبل جيم ويك وتعمل تريبل كابتن فيها لبرضه الواحد فيهم في الدبل جيم ويك بتاعه. الاسبوع الجاي هيبدأ يوم الثلاث، فالديد لاين هيبقى الثلاث بالليل الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، فتركز تعمل فرقتك. دي كانت الحلقه. لو عندك اي اسئله ما بين لعيبه مين ولا مين، تسال على حاجه معينه، تكابت مين ما تكابتمش مين، ادخل على تويتر، هتلاقي لينك بتاع تويتر تحت في الديسكربشن، ادخل على اللينك تحت واعمل لي فولو هناك، واسال اي سؤال انت عايز تساله، حط هاشتاج فانتسي بالسين اندرسكور الفار بالفي مش بالتلات نقط، فانتسي الفار، اسال اي سؤال انت عايزه قبل الديدلاين وهرد عليك ان شاء الله. يا ريت لو لسه مش مشترك في القناه تشترك في القناه وتعمل لايك على الحلقه وتعمل لها شير في كل حته عشان تساعدني ان الفيديوهات تنتشر اكتر واكتر وتوصل اكتر عدد ناس ممكنه. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. سلام.